الرياده هي حاله منعيشها نكسر فيها القيود لنصنع الفرص اللامتناهيه من التحديات اللي منعيشها كل يوم. هي الشغف لنحقق احلامنا وطموحاتنا. الناس بتفكر بمجرد ما صرت ريادي اعمال رح تصحى ورصيدك بالبنك مليون، والموضوع سهل جدا مثل الافلام، بس هو على العكس تماما. الموضوع بياخد وقت طويل، بس بالنهايه بيستاهل كل التعب والتضحيات اللي قدمناها. والإشي الاهم ان الرياده مش بس فلوس، هي بقيمه مضافه انت بتقدمها وبتحل فيها تحدي موجود. فإذا المشروع ما كان إله قيمة وحاجة حقيقية ما رح يكون فيه أي معنى. بالنهاية بحب أنصح كل ريادي أعمال إنه كل يوم تعلم شي جديد، وشو ما واجهتك تحديات لا تستسلم وضل ورا هدفك لحتى توصل له.